أنا أناشد وبتسأليني يا بلد ليش القحط طعم البلد وليش الغيوم تكشفت والخير شيل وابتعد وبتسأليني يا بلد ماذا كان؟ لأنه النوايا تغيرت وصارت أناني وحسد وصار اللي عنده 4 مليون يتمنى بعد واللي معه حق العشا يزعل إذا سمع الرعد يزعل إذا ابتل الطريق بالشتاء ولا برد وصار الوطن سلة خبز والفار أكبر من أسد وصار الحرامي أشكر يسرق ولا يخشى لأنه بصراحة مرتكز عنده بكل زقة سند مثله حرامي مرتشي وتقاسم وخير البلد وبتسأليه